أهلا ومرحبا بكم متابعي بوابة الفضاء أستروجيت في هذا البث المعاد. يعني حدث هذا البث منذ تقريبا 3 أو 4 ساعات، طبعا لهبوط كرو دراجون بعد انفصاله عن المحطة الفضائية بعد نجاح مهمتها التجريبية لمدة 5 أيام بالوصول والالتحام على المحطة الفضائية. الآن نشاهدها، هذه الصورة طبعا مأخوذة من طائرة عسكرية أمريكية تحلق في طبقات عالية من الجو وتصور دخول كرو دراجون إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي. طبعا نوع الطائرة WB-57، طبعا بالنسبة لهذه الطائرة هي طائرة مخصصة للدراسات الجوية تابعة لناسا، والصورة طبعا مأخوذة من الأسفل، الطائرة تصور من الأسفل إلى الأعلى. المركبة كرو دراجون تمر تقريبا في مستوى فوق منطقة الهبوط أو قريب من منطقة الهبوط طبعا، والطائرة تدور فوق منطقة الهبوط وتصور إلى الأعلى. نشاهد كرو دراجون، طبعا هذه النار والشعلة الهائلة حول كرو دراجون طبعا هي نتيجة موجة الصدمة، يعني عند الدخول إعادة الدخول إلى جو الأرض أو إلى جو أي كوكب آخر، يعني حتى المريخ، هناك ما يسمى ب7 دقائق من الرعب. طبعا تكون أكثر أو أقل حسب السرعة وحسب المسار وغيرها من الأمور، لكن بشكل أساسي هذه الدقائق تكون أخطر شيء في عملية الهبوط على حياة رواد الفضاء الذين طبعا في الرحلات المستقبلية سيكونون على متن كرو دراجون المخصصة لحمل طاقم إلى المحطة الفضائية وإلى المدار الأدنى والعودة بهم بسلام. طبعا موجة الصدمة هذه طبعا نشاهدها بالأبيض والأسود لأنها صور حرارية، لأن المسافة بعيدة جدا، تحاول الطائرة العسكرية باستخدام هذه التقنية والكاميرا المخصصة بالتقاط هذه الصورة. بعد اقترابها يعني لطبقات أدنى وتصبح أقرب، يمكن الانتقال إلى الصورة الملونة العادية، الصورة التلفزيونية والفيديو لذلك الهبوط. طبعا موجة الصدمة هي نتيجة أن الهواء لا يستطيع أن يبتعد من أمام المركبة السريعة التي تصطدم به بسرعة هائلة جدا، لأن سرعة تحرك جسيمات الهواء هي سرعة الصوت، يعني يتحرك بسرعة الصوت وهي سرعة كبيرة جدا، لكن المركبة تتحرك وتصدم هذه جزيئات الهواء وتصدمها وتضغطها بسرعة أكبر من سرعة الصوت بأكثر من 7 أو 8 مرات أو ربما أكثر، طبعا حسب إذا كانت من المدار الأدنى الأرضي أم قادمة من القمر مثلا تكون السرعة أضعاف ذلك. كلما ارتفع المدار وكان الهبوط من مدار أعلى فتكون السرعة أسرع، فهذا يؤدي طبعا لمشكلة تسمى موجة الصدمة. ينحصر الهواء أمامها ويصبح صلبا، يصبح كأنها تحفر في جدار إسمنتي أو حديدي، لا يصبح الهواء، يعني الهواء يفقد خاصيته التي تعتبر يعني أنه سلس جدا ويمكن العبور من خلاله ببساطة، لأنك عندما تتحرك خلاله تتحرك بسرعات بسيطة وبطيئة، لكن عندما تتحرك بسرعات فوق صوتية يجب أن تتعامل معه كحاجز، كجدار أمامك، جدار هوائي وليس كوسط لطيف. طبعا نلاحظ أن هذه الفترة التي تحترق فيها تستخدم، طبعا نشاهد فتح المظلات، والآن تنتقل طبعا إلى الصورة التلفزيونية تفتح مظلاتها. هذه مظلات دراج شوت أو مظلات فقط لتبطيء السرعة، يمكنها العمل بسرعات فوق صوتية هذه المظلات دون أن تتمزق، لكنها لا تأخذ كثيرا من الاحتكاك مع الهواء، تحاول فقط إبطاء المركبة بشكل بسيط جدا لتصبح بسرعات دون صوتية حتى يمكن أن تنشر المظلات الأساسية أو كما تسمى بالإنجليزية المين سيلز.
طبعا نرحب بجميع الذين ينضمون إلينا. هذا سيكون طبعا بث سريع، سنحاول نجيب فيه عن بعض الأسئلة. هو بث معاد، هذا حدث، هذه الصور كانت مباشرة قبل تقريبا 3 أو 4 ساعات من الآن. ولمن يشاهدنا على اليوتيوب ستكون أيضا متأخرة أكثر، ربما 6 ساعات أو أكثر. هذا الآن يجري طبعا فتح المظلات الرئيسية أو the main sail أو the mains كما يسمونها بالإنجليزية، وهي المظلات التي تقوم بإبطاء السرعة لسرعة مناسبة للهبوط. لكن هذه المظلات لا يمكن فتحها على سرعات عالية لأنها تتمزق، يعني يجب أن تبطأ بالدراج شوت بالمظلات الإبطاء، إبطاء السرعة، ثم تفتح المظلات الأساسية كما نشاهد. يمكنكم طبعا المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في التعليقات على صفحتنا على الفيسبوك، ويمكنكم أيضا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب وغيرها من المنصات الموجودة، يعني تويتر، إنستغرام، أو الانضمام لمجموعتي الواتساب والتليجرام ليصلكم منا تنبيهات عند بدء أي بث. عبد السلام أبو علي، يسعد مساكم، أسعد الله مساك صديقي. فيها ناس المركبة؟ حاليا ليس فيها ناس، فيها دمية تمثل إنسان، يعني هي دمية فقط فيها حساسات لدراسة تأثيرات هذا الدخول الذي ينتج عنه طبعا موجات، يعني ينتج عنه قوة تسارع وكبح هائلة جدا يتعرض لها رائد الفضاء، فلذلك يجري اختباره بداية بدون رائد فضاء حقيقي باستخدام دمية وفيها مقاييس وفيها حساسات تسمى ريبلي. ثم بحال نجاح هذه المهمة سيجرى مهمة أخرى لاختبار أيضا جهاز إنقاذ الطارئ على خلال الماكس كيو خلال الإطلاق. بعدها إذا نجحت هذه الاختبارات ونجحت قبلها اختبارات مثلا جهاز إنقاذ الطارئ بتفعيله عند منصة الإطلاق قبيل الإطلاق مباشرة، فإذا نجحت هذه الاختبارات كلها سيتم حمل رواد فضاء حقيقيين وأحيا على متن هذه المركبة إلى المحطة الفضائية الدولية. وهذا طبعا إنجاز كبير لأنه أمريكا تستخدم وتستأجر مقاعد على متن السيوز الروسية وتنطلق من كازاخستان لتصل إلى لتبعث روادها إلى المحطة الفضائية الدولية، وهذا طبعا يعتبر يعني مهينا بحق الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر نفسها أنها سباقة في الفضاء وقد سبقت روسيا إلى القمر ويعني قامت بالعديد من الإنجازات الكبيرة في هذا المجال. فمنذ توقيف ومنذ إيقاف برنامج المكوك الفضائي سبيس شاتل وحتى الآن لا يوجد أي طريقة لإرسال رواد الفضاء الأمريكيين. لاحظوا هبوط ناجح على الماء، لاحظوا حجمها الهائل، يعني أنتم كنتم يعني ترونها صغيرة جدا لكن عندما هبطت ووصلت مقارنة بالقوارب التي تذهب لاسترجاعها تعلمون كم هي فعلا ضخمة جدا. يعني لاحظوا الحجم، لاحظوا حجم المظلات الكبير. طبعا هي كانت مخصصة، وردنا سؤال بهذا الخصوص بالمناسبة، أنها كانت من المخصص أن تهبط على الصواريخ، طبعا هي كان بداية بنائها أنها تهبط على منصة عائمة أو منصة أرضية كما صواريخ الفالكون تعود وتهبط على صواريخها بدون الحاجة لمظلات، وهذا كان تصميمها الأساسي. لكن طبعا صار هناك تعديلات طلبتها ناسا، اشترطت ناسا أن يكون هناك تعديل وأن يكون الهبوط على الماء في المحيط باستخدام المظلات. هذه التعديلات طلبتها ناسا لأن ناسا طبعا اعتمدت هذه الطريقة بالهبوط في رحلات أبولو وفي عدة يعني كبسولات التي كانت تهبط من المدار أو من القمر. لذلك يعني ناسا تعتبر أن بما أن طريقتها القديمة تعمل بنجاح دون أي مشاكل، لماذا المخاطرة وتغييرها واختراع طريقة جديدة؟ يعني نستخدم الطريقة القديمة إذن.
طبعا المشكلة هنا فقط أن يعني بعض الأجهزة عندما تتبلل بالماء تصبح استعادتها وإعادة تأهيلها للإطلاق مرة أخرى أصعب، يعني ناسا لم تكن تعيد إطلاق نفس الكبسولة مرة بعد أخرى، يعني كانت تطلقها لمرة واحدة وفقط وغير يعني مجهزة لإعادة الاستعمال، بينما كبسولة كرو دراجون هنا هي مخصصة لأن تعاد إطلاقها مرة بعد أخرى، يعني يعاد الآن استرجاعها وستحمل على متن القارب ثم تستعاد وتعاد يعني صيانتها بشكل سريع لتجهيزها لإطلاقها مرة أخرى. طبعا هناك أمور لا يمكن يعني استعادتها، يجب أن تعاد بناءها من أول وجديد، وهي أن مثلا الدرع الحراري الذي يحترق خلال هذا الهبوط الذي رأيناه، يمكننا أن نعيد بعض المشاهد للهبوط وللدخول والاحتراق. طبعا هذا القارب هو الذي سيستعيد، أرجو أن تتوضح الصورة، هذا القارب هو الذي سيستعيد على 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 سطحه المركبة، سينتشلها من الماء ويضعها على سطحه ثم يبحر بها ليعود إلى البر. هنا نشاهد مرة أخرى إعادة دخول إلى جو الأرض، نلاحظ الاحتراق الذي يجري. طبعا هذه الحرارة تصل إلى حرارة عالية جدا، تقارب سطح الشمس، تقارب حرارة سطح الشمس الحرارة التي تعرض لها المركبة، لذلك يجري وضع درع حراري يحترق هذا الدرع متبخرا ومبخرا معه الحرارة، يعني يمتص هذه الحرارة ويبعدها عن المركبة عن طريق احتراقه وذوبانه، يذوب مقابل حماية المركبة، لذلك عند استخدامه يجري مرة أخرى إعادة تصنيعه وتحضيره بدرع حراري جديد للإطلاق الجديد، يعني كل إطلاق جديد. عبد السلام أبو علي أشكرك أيضا صديقي، يعني نرجو منكم التفاعل والتواصل معنا دائما وبطرح آرائكم وطرح أسئلتكم في الأسئلة وفي الدردشة، والتواصل معنا وألا تبخلوا يعني باللايكات والتعليقات والإعجابات والاشتراك بكافة منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا نعود إلى الصور هنا، وصل المركب طبعا إليها. أنا أحاول طبعا اختصار البث استغرق أكثر من 4 ساعات فعليا منذ تاريخ يعني منذ وقت الانفصال عن المحطة الفضائية الدولية إلى طبعا إلى وقت الهبوط بنجاح واستعادة المركبة، لذلك طبعا أحاول أن أختصر الوقت، لم نستطع طبعا أن نقوم ببث مباشر لمدة 4 ساعات، هذا الأمر يعني أعتقد أنه سيكون صعب بالنسبة لي وصعب بالنسبة لكم أيضا. سأحاول أن أعرض الآن لقطات عن انفصال المركبة عندما انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية. طبعا بالنسبة للحرارة التي تتعرض لها المركبة أثناء إعادة دخول إلى جو الأرض، طبعا تصل أحيانا إلى درجات يعني جدا خطيرة، تصل إلى تقريبا قلنا يعني تقريبا تماثل درجة حرارة سطح الشمس، وهذا طبعا ناتج عن أن الحرارة تتبع لمكعب السرعة، يعني إذا زادت السرعة مرتين فإن الحرارة ستزيد 8 مرات. طبعا أحاول أن أعيد هنا لقطات الهبوط.
But that all came after Dragon successfully re-entered the Earth's atmosphere, and those parachutes were deployed. And now, though, we're on to the final. هي طبعا اولا انفصلت عن المركبة كما سنلاحظ هنا. And then once that first departure burn, and this is the second burn, عن طريق عدة عمليات نفث أو حرق بسيطة تقوم بدفعها بعيدا عن المحطة الفضائية الدولية. طبعا أولا هناك طبعا مجموعتين من القوابض أو مجموعتين من الهوكس كما تسمى بالإنجليزية، يعني هي عبارة عن أجهزة تقوم بالإمساك والإحكام الالتحام مع المحطة الفضائية الدولية. يجري إفلات أول مجموعة ثم الثانية، ثم تقوم بحرق بسيط، يعني بنفث يعطي دفعة بسيطة جدا تؤدي لإرجاع المحطة وإرجاعها عن المحطة وابتعادها كما نشاهد هنا. هذه الصور طبعا حقيقية. وأنا لفتني هنا وجود سائل غريب هنا، مادة يبدو أنها يعني صمغية أو قريبة من ذلك في هذه المنطقة هنا، لست أدري ما هي فعليا، ولا يمكن يعني لي تخيل المواد في الفضاء لأنها الضغط صفري والمواد تصل لحرارة الغليان وحرارة يعني تلتقي نقطة الغليان مع نقطة التجمد في نفس درجة الحرارة بسبب أن الضغط شبه صفري طبعا. لذلك يعني لا أستطيع أن يعني أتوقع ما هي هذه المادة، لكن لفتتني. بعد انفصالها طبعا يجري إغلاق الغطاء ليحمي المنطقة هنا الحساسة جدا داخل المركبة الفضائية. طبعا لاحظ أن هذه البوابة، هذه البوابة هنا، وداخلها هنا توجد الكراسي ويوجد رواد الفضاء ضمن هذه النافذة. أيضا ستنفصل طبعا هذه عن القسم الخدمي المتصل بها في الخلف. هناك طبعا أربع مناورات للانفصال عن ومغادرة المحطة الفضائية الدولية، مناورات بسيطة جدا تعطي دفع بسيط، ولكنها على خلاف مناورات الالتحام أو الاقتراب للالتحام لا تصل إلى مرحلة مراحل توقف مؤقت أو باركينج، يعني تصل لمرحلة يعني أنها تتوقف تماما عن الحركة فقط لأغراض الأمان والسلامة عند الاقتراب، لكن عند الابتعاد لا يوجد هذا الأمر، يعني هذا الأمر لا حاجة له. لاحظوا سطوعها عندما تصل إليها، يعني الشمس إضاءة الشمس عليها تصبح ساطعة جدا. وهذا طبعا الحاسوب كيف يقوم بحساب الابتعاد بشكل أوتوماتيكي وبشكل آلي تماما، ويراها طبعا ويراقبها رواد الفضاء، يراقبون السرعة وهي 7 كيلومترات في الثانية، السرعة المدارية طبعا. أما السرعة بالنسبة ل الرينج بالنسبة لمحطة الفضاء الدولية هي 0.008. طبعا هذه المنطقة هنا التي في خلفها ستنفصل كاشفة الدرع الحراري التي ستستخدمه أثناء إعادة الدخول إلى جو الأرض. طبعا أرجو من فريق أستروجيت إذا كان هناك أي أسئلة أن يساعدونا بذلك. So we have confirmation that departure burn 1, which is actually our second burn of the morning, is complete. طبعا الحرق الثاني تم بنجاح. أن يساعدونا بذلك. أسعد الله مساءكم جميعا متابعينا، وشكرا للذين يقومون بالتعليق والمشاركة معنا بأسئلتهم وآرائهم. طبعا هذا جدا يشجعنا على الاستمرار في هذه التغطية. للأسف أننا نقوم استثنائيا بالتغطية وبالبث على الفيسبوك الذي يعني سبب لنا الكثير من المشاكل للأسف، ولا يعطينا نفس التفاعل، يعني هناك تفاعل كبير جدا نلاحظه على أثناء البث على اليوتيوب. لذلك سنحاول أن نعود
وأنا بث على اليوتيوب حتى باستخدام يعني قناة احتياطية غير القناة الرسمية، لأن المشكلة مع إدارة اليوتيوب مستمرة حتى الآن، تمنعنا من البث بشكل مباشر وتسمح لنا فقط بالبث المسجل، وهذه يعني مشكلة كبيرة. وليد، ما هي القوة الدافعة التي اعتمدتها المركبة عند مناورتها للالتحام بالمحطة الفضائية، خاصة أنها توقفت عدة مرات قبل التحامها؟ تماما هذا ما شرحته صديقي، المناورات تتم عن طريق استخدام cold gas thrusters، يعني نفاثات من الغاز البارد المبرد، هي غاز مضغوط مبرد غالبا يكون النيتروجين، تستخدمها طبعا سبيس اكس، غيرها من المركبات تستخدم نفاثات اخرى وتستخدم وقود اخر، بعضها يعني فعال اكثر لكنه سام مثلا، عند حدوث تسرب منه يؤدي لمشاكل كبيره لرواد الفضاء على المحطه الفضائيه الدوليه، بينما دراجون فهي تستعمل النفاثات الغاز البارد جولد كاز ثرسترز، وهي طبعا نفاثات بسيطة، أنت عندما تكون بالفضاء لا يوجد احتكاك، يعني أي دفعة بسيطة أي حركة بسيطة جدا، إذا نفخت نفخا يعني فإنك تتأثر وتتحرك بالفضاء، يعني لست بحاجة لصواريخ ضخمة جدا تحركك وتبعدك، خاصة أنك لا تقوم بتغييرات كبيرة، هنا أنت تبتعد مسافة أمتار فقط يعني عن المحطة الفضائية الدولية، لا تقوم بالتغيير المسار مثلا أو تغيير ميل المدار، أو هذه المناورات التي تحتاج طبعا دلتا في عالية جدا أو تغيرات بالدفع بشكل عالي جدا. سؤال آخر من وليد، هل يوجد فكرة طريقة أخرى آمنة نوعا ما لدخول مجال الجو الأرضي قادمين من الفضاء؟ حاليا هي هذه الطريقة الوحيدة وهي آمنة، يعني هي ليست خطرة لكنها خلال الدقائق التي تسمى 7 دقائق من الرعب، يعني مرات تكون أكثر أو أقل، تتشكل فيها هذه موجة الصدمة، هذه موجة صدمة تؤدي لتسخين وضغط الهواء لدرجات حرارة عالية جدا، يتحول إلى بلازما، يتحول تماما كألسنة لهب كما الموجودة على سطح الشمس، يعني تصبح فعليا فرنا شمسيا، يحيط هذه الألسنة تحيط بالمركبة وتؤدي لحجب التواصل، يعني حجب الاتصال اللاسلكي على طبعا ترددات معينة، فهذه الترددات تمنع الاتصال المباشر مع يعني محطة المراقبة الأرضية مثلا، وبالتالي تنقطع الاتصالات تماما، يصبح تشويش على الاتصالات بينهما، بين رواد الفضاء وبين المحطة الفضائية الدولية وبين مركز المراقبة الأرضية أيضا، وبالتالي لا يعلم مركز المراقبة إذا كان رواد الفضاء مثلا على قيد الحياة أو يتعرضون للاحتراق أو يموتون، أو ولا يمكنهم أن يعملوا أي شيء أصلا لإنقاذهم، يعني عليهم فقط الانتظار بأعصاب من حديد ريثما تهبط بنجاح. عندما تتباطأ سرعتها لسرعات يعني أقل من أن تسبب هذا الاحتراق وهذا موجة الصدمة الهائلة، تصبح يعني الاتصالات تعود تدريجيا بشكل طبيعي، و وأيضا هذه المشكلة أيضا نواجهها عند إرسال أي طبعا محطات فضائية أو أي مركبات فضائية أو هابطات إلى المريخ مثلا، لأن أيضا على المريخ هناك هذا الريانتري أو إعادة الدخول أو الدخول إلى جو المريخ، احتكاكه مع جو المريخ يؤدي إلى هذه المشكلة، يعني انقطاع التواصل معها، وبالتالي لا يمكننا معرفة نجاح المهمة حتى إنجاز هذه أو المرور من هذه الدقائق 7 دقائق من الرعب كما تسمى. هل يوجد فكرة حمل أحد المسطحين في أول رحلة تجارية الفضاء حتى ينتهي هذا الهراء أخي الكريم؟ وشكرا على المجهود المبذول خاصة لفريق أستروجيت. صديقي المشكلة ليست عند المسطحين بأنهم لا يجدون دليلا حتى الآن، يعني هي ليست عجز العلماء عن توفير دليل، الأدلة موجودة أكثر من أن تعدها ويمكنك أن تراها بأم العين،
يعني يمكنكم اختبار إجراء يعني أنا شخصيا قمت بتحدي عدد من الناس المسطحين الذين كانوا يعترضون على بداية الفيديوهات والبثوث التي كنا نقوم بها. كانوا يأتون ويقومون بالتعليقات بالتشويش على البث والمحاولة القول بأن الأرض مسطحة وأن كل ما تقوله ناسا كذب. فأنا تحديتهم بشكل مباشر أننا يمكننا إجراء تجربة بسيطة جدا لا تأخذ مننا غير يعني دقائق وبعض القياسات البسيطة التي يمكن إجراءها بالمنزل. يعني عرفت يعني ليس موضوعا معقدا جدا. يمكننا من خلاله إثبات كروية الأرض بشكل قاطع وإثبات حتى وحساب حتى حجمها يعني حساب قطر الأرض بشكل دقيق. هذا الأمر ليس اختراع مني طبعا, هو تم منذ السنة 350 قبل الميلاد أجراه عالم إغريقي في مصر, في مصر القديمة. طبعا تخيلوا أننا في مصر اكتشفنا كروية الأرض وأثبتناها, يعني ليست اكتشفت كرويتها فقط بل أثبتت وقام بحساب قطر الأرض بدقة هائلة جدا منذ 350 سنة قبل الميلاد, يعني 2350 سنة منذ الآن, وما زلنا الآن نتجادل فيها. الأمر ليس مشكلة عدم وجود دليل, المشكلة هي أنه حتى لو وجد الدليل ورآه بعينه يقول أنه ربما هناك خدعة, أنكم تستخدمون السحر, أنكم إذا حسبت له يعني بالمعادلات وبالرياضيات وبالأدلة وبالحسابات يقول لك لكن الرياضيات لا أؤمن بالرياضيات. تقول له مثلا قوانين الفيزياء يقول لك لا أؤمن بقوانين الفيزياء. يعني هذا الأمر ليس مشكلة توفير الدليل. حتى لو خرج وذهب إلى الفضاء على متن المركبة سيقول لك ربما سحرتموني, ربما نومتموني مغناطيسيا, أو إذا هو صدق غيره من المسطحين سيقولون هو متآمر معكم, ربما دفعتم له المال مثلا يعني يمكن هناك الملايين من 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 الأمور. لكن ما زال العرض قائما, إذا أردتم إجراء هذا التحدي وهذه التجربة فأنا جاهز لذلك. طبعا المشكلة بهذه التجربة أنه يحتاج لأكثر من شخص حول في مناطق مختلفة من حول العالم لتعطي دقة أكبر. إذا كنا في منطقة قريبة وكنا عدد الأشخاص أقل المشاركين في التجربة تكون الدقة بالحساب أقل لكن تعطي نفس النتيجة طبعا. فيمكننا أن نجمع أكثر من شخص من أصحاب نظري المدعين يعني بتسطح الأرض, ويمكننا أن نقوم بهذه التجربة معا. طبعا أشكر لكم جميعا متابعتكم. طبعا للأسف لا أجد التفاعل المأمول حتى الآن على البثوث التي نقوم بها على الفيسبوك للأسف. أرجو من جميع المتابعين والذين يرغبون باستمرار هذا المشروع وهذه الفكرة أن يحاولوا دعمنا بالمشاركة, بالتعليقات, باللايكات والإعجابات, بالاشتراك بكافة منصاتنا. يعني هذا الأمر جدا مؤثر وجدا يساعدنا على الانتشار, ويعني عند وجود تفاعل مع فيديو ينشره الفيسبوك لناس أكثر. هذا طبعا نحتاجه بشكل ضروري في هذه الفترة حتى يصل هذا العمل الذي نقوم به والجهد الذي نقوم به لجميع الذين يحبون الفضاء والفلك وشغوفين بالعلم والتعلم. طبعا أشكر مرة أخرى جميع أعضاء فريق أستروجيت بوابة الفضاء, سمر غانم, سامي عماد, شادي القشاوي, نور شحيبر, أيضا أنس طارق. ليس معنا اليوم أنس طارق لكن يستحق الشكر لأنه دائما يبذل الكثير من المجهودات التي يعني تكون خلف الكواليس عادة. ومعكم طبعا محدثكم رامي عماد. شكرا لمتابعتكم ونراكم في بث قادم. وليد نرجو أن يعود البث على اليوتيوب أفضل هناك. أعتقد أننا سنقوم بالبث مرة أخرى على اليوتيوب في البث القادم لكن سيكون من قناة جديدة, قناة احتياطية, فيعني نحتاج أيضا إلى أن نشاركها. يعني لدينا آلاف
عشرات الآلاف من المشتركين في القناة الأولى، لكن القناة الثانية هي حاليا ليس عليها أي مشترك، فنحتاج أيضا مساعدتكم في إعادة الاشتراك بها ونشرها ريثما تصلح، يعني نصلح المشكلة التي تعرض لها القناة الأولى ونعود للبث منها. سنبقي طبعا القناتين بحيث أن تكون واحدة احتياطية في حال وجود أي مشاكل في البث على الأخرى. طبعا سنقوم برفع هذا الفيديو مرة أخرى على اليوتيوب لمن فاته ذلك، يعني أنا ألاحظ أن هناك مئات المشاهدات تأتي على اليوتيوب بعد رفعه مسجلا، لكن لا أجد من يدخل على الفيسبوك ليتفاعل معنا ويشاهدوا بشكل مباشر طبعا، وهذا مما يدعو للأسف طبعا. مرة أخرى أشكركم جميعا على المتابعة، ونلتقي في بث آخر.